سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته متابعينا الكرام. أحد مضاعفات أو الأعراض الجانبية للأدوية الكيماوية والمعالجة الكيميائية والإشعاعية هو الإمساك. ماذا ننصح المريض كي يتجنب الإمساك؟ أولا زيادة شرب السوائل، تناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف كثيرة مثل السلطات والخضروات والفواكه. ننصح أيضا بتناول الشربات الذي محتوي على البامية والملوخية كي تمنع الإمساك أو كي لا يصاب، تعمل على زيادة حركة الجهاز الهضمي وليونة البراز. ويعتبر الإمساك لدى مرضى الأورام شيء خطير، خصوصا أثناء نقصان الصفائح، فذلك قد يسبب لهم شرخ في فتحة الشرج ويسبب لهم نزيف لا نستطيع إيقافه. فلذلك عزيزي المريض، حاول ألا يكون عندك إمساك، وحاول أن تزيد من شرب السوائل وتناول الأطعمة التي تعمل على تليين البراز. في الأخير أتمنى لنا ولكم دوام الصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، اشتركوا بقناة بابا، فعلوا الجرس، فعلوا لايك، ويصلكم بكل جديد.